الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين والمسلمين. قال الإمام في سنن الدارمي، ما زلنا مع كتاب الحيض والاستحاضة، ما زلنا مع باب في غسل المستحاضة. قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عيسى. محمد عيسى ولا محمد بن يوسف؟ لا سيد محمد يوسف، انتهينا منه أمس. أنت زعلت نعيده؟ لا لا، ليه ما نعيد؟ لا نريد محمد عيسى، حدثنا ابن عليا. نعم. ها؟ نعم. طيب. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عيسى، قال حدثنا ابن عليا، قال أنبأنا خالد عن أنس بن سيرين أنه قال: استحيضت امرأة من آل أنس رضي الله عنه وعنهم جميعا فأمروني. قال: فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. حاضر. وإذا رأت الطهرة ولو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا خالد عن أنس بن سيرين أنه قال: كانت أم ولد لأنس بن مالك رضي الله عنه استحيضت، فأمروني أن أستفتي ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا. قال: فسألته فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر فلتغتسل ولتصلي. ثم قال رحمه الله: قلنا يعني ألا توتر؟ ألا استمنى الوتر؟ علي ماذا أفعل فيه؟ قال رحمه الله: أخبرنا حجاج بن نصير، قال حدثنا قرة عن الضحاك أن امرأة سألته فقالت: إني امرأة استحاض. فقال: إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك. جزاك الله خير. أنا الحديث الأول في محمد عيسى هو الطباع ابن علي إسماعيل بن علي، هو ثقة سلت الأمين. خالد هو الحذاء أبو المنازل، هذا الذي تكلم فيه حماد بن زيد على شعبة، قال: أجننت؟ كان شعبة تكلم في خالد الحذاء، قال: أجننت تتكلم في خالد الحذاء؟ فراجع شعبة. نعم. أنس وأنس بن سيرين، وأخو محمد بن سيرين تابعي ثقة، لكن طبعا ابن سيرين روعة أخرى في هذا الباب. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه، يقول: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني، فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر لو ساعة من نهار فلتغتسل ولتصلي. قال: الدم البحراني، والدم البحراني هنا هذا معناه أنه أصلا يعني يأتيها دم ويأتيها صفرة وكدرة، فقال: الدم البحراني هو الدم، هو دم الحيض. مع أن دم الحيض أصلا على ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم الحيض أسود يعرف، دم له رائحة، يعني دم الحيض أسود يعرف. نعم. انظر البحراني كان اللون في هذا، لو دم بحراني أصلا إذا جاء قد نقول يأتيها الدم الأسود والدم البحراني، فإذا كان الدم الأسود فهو الحيض، والبحراني يكون هو الاستحاضة، فإن لم يأتيها إلا البحراني فالبحراني هو الحيض، والصفرة والكدرة تكون الاستحاضة بالاستمرار معها في هذا الباب. نعم. فقال: فلا تصلي إذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار، لا تصلي إلا أن ترى الطهر ولو ساعة من نهار فتغتسل وتصلي، مع ذلك أنه يأتيها الطهر، وهذه معناها أنها امرأة يعني أو امرأة مميزة، يأتيها الدم على 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 ألوان، فيأتيها أسود محتدم أولا ثم يخف، فإذا خف فهذا الطهر، وإذا كان على ما هو عليه أسود محتدم فيكون هذا هو الذي تمتنع من أجل معه من الصلاة. وفي رواية أخرى فيها أبو النعمان محمد بن الفضل إمام ثقة، ويزيد بن زريع أيضا من الثقات، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير هو ثقة في الأعمش، أصح كتابا في الأعمش، ولكن كان يرجع الإرجاء ويضطرب في غيره. يقول أنه كانت أم الولد أنس بن مالك استحيضت، فأمروني أن استفتي ابن عباس فسألته، هذه أيضا فيها مسألة سأبينها، مسألة أنت تقول عليها مسألة مهمة جدا. فأمروني أن استفتي ابن عباس فسألته فقال: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، فإذا رأت الطهر فلتصلي، فلتغتسل وتصلي. ما هي المسألة المهمة في هذا الباب؟ المفروض أنت ما تحتاج أن أنا أسألك، أنت تأتي بها قبل أن أسألك. نقل الفتوى فيها رجوع للأعلم، لذلك قال لهم ارجعوا لابن عباس، ابن عباس كان من أتقن الناس فقها، وتعلمون أن العبادلة الأربعة احتاج لهم الناس جدا بعد موت الصحابة الكبار، وكان من أصلهم وأسهم وأساسهم وركنهم الركين هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فقال: استفتي لابن عباس. فاستفتى ابن عباس فقال: إذا كان إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي.
لما لنا الآن هي أعلى الحيط؟ البحراني نعم يقول سيدي في لسان العرب يقول أحمر، يقال أحمر باحر وبحراني، نعم ويقال أحمر قارئ وأحمر باحري وأحمر ذريحي وأحمر بحراني ممتاز شديد الحمرة كأنه نصب إلى البحر، وهو اسم قعر الرحم منصوب إلى قعر الرحم وعنقه. ممتاز، يعني هو شديد الحمرة، نعم الأحمر البحراني وشديد الحمرة. نعم. وهذه فيها دلالة أنه إذا كان شديد الحمرة أو كان قانيا بأنه يعني يقترب من السواد، لما تشتد حمرته أو تقوى يشتد يقترب من السواد. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف، دم الحيض أسود يعرف. فقال ابن عباس، وطبعا رجوع إلى العالم، هذا أهم شيء. كتبتم لي سؤال هام وخاص جدا، أين هو؟ أين كتبتموه؟ الآن اطلعت على ما كتب، أين هو السؤال الذي كتبتموه الهام والخاص جدا؟ أين هو؟ أرسل لي أشوف ما عندها. نعم، هم قالوا لك سيرسلون لك، ماشي، لأنه قد هام وخاص جدا، أنا ما أعرف إيش هو. ماشي، أي على الخاص شيخنا الجليل، على الماسنجر، أي ماسنجر؟ ما عندي ماسنجر أنا. ماسنجر الصفحة، سينقلون إليه. ماسنجر الصفحة، يبقى عندك الخبير معي، معلش سامحونا، هذا الخبير طبعا يثقل بالذهب، ولكني أنا لا. طيب، فهنا أشوف ابن عباس قال إذا رأت الدم هذا حيض فلتمسك، لا تصلي، لا يجوز لها أن تصلي، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال فإذا رأت الطهر، وهذا معناها أنها ترى الطهر، مع وجود الاستحاضة ترى الطهر. هذه فيها دلالة أنها اختلط عليها الأمر، لكن أو يقال بأنها الطهر عنده هو التغيير الحال، التمييز يعني. فلما رأت التمييز عدها طهرا. يبقى إذا جاءها الدم على وتيرة أسود محتدم هذا الحيض، انقلب إلى أحمر صار طهرا أو سماه طهرا، فلتغتسل الآن وتصلي. طبعا هذه طالما هي بهذا الباب هي أيضا تغسل عنها الدم بعد ما تغتسل وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. شوف هنا في تاج العروس قال دم بحراني أي أسود، كما قلت لك شدة الحمرة تنقلب إلى سواد. نسب إلى بحر الرحم وهو عمقه، وقال قبل البحر عمق الرحم وقعرها. نعم، الحديث الثالث أن امرأة سألت عن الضحك، أن امرأة سألته فقالت إني استحاض، فقال إذا رأيت دما عبيطا فأمسكي أيام أقرائك. وطبعا رأيت دما عبيطا مسألة مسكها في الكسرة أو القلة، لكن هو قال دعي الصلاة أيام أقرائك، دعي أيام أقرائك، يعني ردها إلى إيش؟ ردها إلى عادة. قلنا ترد إلى العادة أو ترد إلى التمييز. فإذا كانت معتادة مميزة، ما معنى ذلك؟ لها أيام عادة تحفظها، وأيضا يأتيها الدم مميزا على وتيرتين، فأيهما يقدم؟ الحبل قالوا تقدم العادة لأنها تنضبط، والشافعية والملكية قدموا التمييز، وأنا أدين الله بتقديم التمييز على العادة. فإن كانت امرأة اجتمع فيها العادة والتمييز، فإن جاء الدم مميزا وهي تسعى أن تميز، فهذا الصحيح أنها ترجع إلى التمييز. تميز فالأسود المحتدم حيض، والأحمر أو السفرة الكدرة استحاضة، فتغتسل هنا وتصلي. الفوائد المستنبطة: وجوب الرجوع إلى العالم، جواز الكلام فيما يستحيى منه من أجل الشرع التعليم، يعني الصلاة خير موضوع، لذلك كان الاهتمام بها بالغا. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم.